الهدف الأساسي هو كسر الجمود الذي دخلت إليه عملية التفاوض. إذا استمرنا على هذه الحالة فإن الجمود قد يتطول إلى أن تمضي الانتخابات الأمريكية، ثم ننتظر طويلا حتى يعني يتم ترسيم رئيس جديد للولايات المتحدة. القاهرة فيما أعتقد حاولت كسر هذا الجمود واستغلت هذه الفرصة لي يعني الدخول في صفقة ولو قصيرة تكسر هذا الجمود، ومن ثم تنفتح على مفاوضات أطول. أذكر هنا بأنه هناك عديد من الأسئلة التي طرحت وما تزال حول يعني مجريات هذه تداعيات هذه الصفقة. الوفد الموجود في الدوحة الآن والذي من الجانب الإسرائيلي يترأسه رئيس الموساد من أمريكا ويليام بيرنز، من الدوحة يوجد رئيس الوزراء ووزير الخارجية. من الملفت للنظر أن رئيس المخابرات المصرية الجديد لم ينضم إلى هذه المفاوضات، وهي علامة استفهام كبيرة. يضاف إلى علامة الاستفهام هذه أيضا ما نشرته يدعوت أحرنوت أنه يوم الأربعاء الماضي حاول نتنياهو الاتصال بالرئيس المصري، ولكن الرئيس المصري تجاهل هذا الاتصال ولم يرد عليه. معروف تماما أنه رغم أن نتنياهو أن هذه المحادثة لم تجري، لكن نتنياهو أرسل رئيس الموساد ورئيس الشباك إلى القاهرة، اجتمع بالمخابرات المصرية وبال يعني المسؤولين عن التفاوض عن هذه المبادرة. وأيضا في القاهرة الحية خليل الحية كان موجودا، ويبدو أن القاهرة حصلت على موافقة خليل الحية، وحصلت أيضا على يعني موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي، مما دفع الرئيس لأول مرة في تاريخ هذه المفاوضات أن يدلي بتصريحات مباشرة حولها. وبالتالي أنا أعتقد أنه كانت الهدف الأساسي من المبادرة وفلسفتها هو كسر الجمود في هذه الحالة. لكن التصويت بالأمس خاصة في مجلس الوزراء كما أشرتم في التقرير، اثنين الوزراء اليمينيين المتطرفين سومتريتش وبن غفير، وانضم لهما أو قادهما بالأصح قادهما نتنياهو، الذي أعلن أنه لن يقبل أن يتفاوض في ظل وقف إطلاق النار، وأنه طيب مستعد لماذا للتفاوض في أرسل ظل رئيس استمرار إطلاق المخابرات النار. الإسرائيلية الموساد إلى هذه المفاوضات إذا هو لا يقبل؟ أنا أعتقد أنه أرسله أولا لإرضاء للولايات المتحدة التي قدم رئيسها أكثر خدمات قدمها أي رئيس أمريكي في أي فترة من الفترات. كما هو معروف فإنه قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية لإيران أرسل منظومة الثاد، أنظمة مضادة للصواريخ البالستية، وأرسل أسراب من الإف 16، وأعلن علانية أنه سوف يحمي إسرائيل من أي ردة فعل. هذا الأمر كان يستوجب من نتنياهو أن يرضخ للطلب الولايات المتحدة، خاصة أن المبادرة المصرية تضمنت الإفراج عن عدد محدود جدا من الأسرى من الرهائن، ومعروف أن الرهائن هذول في 5 إلى 6 من الرهائن مزدوج الجنسية من الجنسية الأمريكية، وأن موسى أبو مرزوق وعد الرئيس الروسي بوتين بأنه الصفقة إذا تمت سوف تتضمن أيضا الإفراج عن عدد من الرهائن المزدوج الجنسية من الروس، وهم عددهم من 2 إلى 3، أحدهم عند الجهاد الإسلامي والآخر عند حماس. وبالتالي فإن الصفقة كلها كانت تلبية لأن الولايات المتحدة خاصة الإدارة الديمقراطية تحتاج إلى مثل هذه الصفقة في الأسبوع الأخير. ربما يدعم هذه الصفقة إذا تمت تدعم المرشحة الديمقراطية في مواجهة ترامب. لكن يبدو أن نتنياهو قراءة نتنياهو للانتخابات الأمريكية لا يريد أن المتقاربة يعطي هذه والتنافس الهدية القريب جداً لبايدن، لا يريد أن يمنحها على الأقل في هذه المرحلة، ويؤجلها ربما إلى أن يعني تسفر النتائج عن مرشح أحد المرشحين ليفوز بالانتخابات. هو بالتأكيد يفضل ترامب كما هو معروف، وترامب على اتصال به، وترامب كان قد صرح بأنه أغلب الرهائن قتلوا أو ماتوا، وبالتالي نتنياهو نفسه غير معني كما أشرنا يعني في كل المرات أن نتنياهو مسألة الرهائن هي مسألة ثانوية بالنسبة لي، وبقائه واستمرار هذه الحالة في ولكن قطاع هل هو غزة لا هي يريد أن الأولوية يعطي هذه الهدية لبايدن الأكبر له. وهاريس قبل الانتخابات للديمقراطيين يعني، أم غالبا أنه أيضا مصمم على تطبيق خطة الجنرالات، إخلاء الشمال، التواجد، إخلاء خلق منطقة عازلة في الجنوب الإسرائيلي وفي شمال القطاع؟ هو استمرار الحرب بشكل عام، ومن ضمنها خطة الجنرالات، وهو أنجز يعني مع كل الأسف ويعني الأسف للتضحيات العظيمة التي يعني قدمها الشعب الفلسطيني خاصة في الشمال دون يعني ردة فعل من حماس، لأنه
الحرب عمليا وفق كل الآراء بما فيها الآراء الإسرائيلية، الحرب عسكريا انتهت عمليا لأن مقاومات العسكرية للمقاومة في قطاع غزة تقريبا تلاشت وتراجعت، وهو أمر منطقي وطبيعي أنه بعد سنة من القتال والمقاومة تضمحل تدريجيا، حتى أنه وفاة أو مقتل السنوار لم يواجه حتى بإطلاق بعض القذائف الصاروخية التي اعتادت حماس أن يعني ترد بها حتى ولو شكليا كتعبير عن استمرارها ووجودها. وبالتالي هو من مصلحته أولا الشخصية أن يستمر القتال حتى يبتعد شبح التهم الأربعة الموجهة ليه والتهمة الأكبر فيما يتعلق بمسؤوليته عن 7 أكتوبر، وأيضا هو مهتم بأن يؤجل هذه الصفقة إلى ما بعد إجراء الانتخابات ليقدمها لمن يفوز، وهو يتطلع ويؤيد وأنه ترامب ربما هو الذي يأتي ويكون غير متهم من ترامب أنه أهدى الديمقراطيين هذه الصفقة التي قد تعزز من حظوظ يعني المرشحة الديمقراطية في مواجهة ترامب. كل هذه العوامل فيما أعتقد أنه تكاثفت مع بعضها حتى يعلن في مجلس الوزراء تصويته لغير صالح، إلى جانب طبعا العوامل الداخلية اليمين وتهديد اليمين له إلى آخره. كل هذه العوامل المجتمع هي التي أثرت على تصويته بالسلب، لكن المفاوضات مستمرة، بمعنى أن مدير الموساد بات ليلته في الدوحة وربما يستأنف المفاوضات التي بدأت بالأمس في ظل الرفض من قبل نتنياهو. اليوم دكتور سمير قطص، ما الذي يناقشه مدير الاستخبارات الإسرائيلية في الدوحة على الرغم من عدم موافقة نتنياهو على هذه الهدنة القصيرة أو هذا المقترح الذي اختصر كثيرا ليصبح 2 من التهدئة و4 أسرى؟ يعني هي شراء للوقت، إلى جانب أنه رفع العتب من الولايات المتحدة عندما يقول نتنياهو أنني أرسلت مدير الموساد وليس الفريق المعتاد أن يرسله، لم يرسل الوفد بالكامل وأرسله ناقص الصلاحيات، لأنه في كل مرة كان يقيد صلاحيات الوفد، لكنه لرفع عتب الولايات المتحدة هو يقول أنه أرسل يعني وفده برئاسة رئيس الموساد ليرفع العتب عن الولايات المتحدة، وأنه يماطل ويشتري الوقت ويعتذر عادة بأن حماس هي التي ترفض وحماس هي التي تقول أنها لن تنفذ حتى هذه الفقرة من المفاوضات حتى المؤقتة إلا مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، فيرد المسألة أنه نتيجة رفض حماس للشروط التفاوض هو يتعلل بهذه المسألة، هو يرفع العتب عنه أمريكيا يشتري الوقت وفي نفس الوقت يكسب اليمين الإسرائيلي. ولكن قراءتك تقول بأن مصير هذه الجولة كسابقاتها. نعم شكرا جزيلا. عفوا، أقول لك قراءتك تقول بأن مصير هذه الجولة من المفاوضات كسابقاتها. نأمل أن تنجح، لكن لا يبدو في الأفق أن سيكتب لها أي نجاح. شكرا جزيلا، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا.